لو أنني أتيت إلى الجمعة ولبست شرابين من شدة البرد، لبست شرابين بعدما توضأت، ولما جاء وقت العصر أحدثت فمسحت على الشرابين الساعة الثالثة عصرا، بعد العصر قل البرد فلم أحتج إلا إلى شراب واحد، فماذا أصنع؟ أريد أن أخلع شرابا واحدا، لا أريد أن أخلع الشرابين. يجوز لي أن أخلع الشراب الأعلى، وإذا جاء وقت المغرب يحق لي أن أمسح على الشراب الأسفل، ولا جناح في ذلك على أصح القولين من أقوال العلماء.